وتنضم إلينا من الخرطوم مراسلة الغد عفراء فتح الرحمن. عفراء، لماذا قاطع السودان مفاوضات سد النهضة اليوم؟ نعم، يبدو أن السودان يصر على رأيه في وضع مسألة مهمة للغاية، وهي تغيير منهجية التفاوض الذي سارت عليه منذ العام 11 و2000 ولم تفضي إلى نتائج واضحة. السودان يدعو لمنح قدر أكبر من الحركة ومن الحرية ومن الاحتكام لخبراء الاتحاد الإفريقي. وقال السيد بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني إن خبراء الاتحاد الإفريقي قد سبق وقدموا بحثا شاملا عن مسألة سد النهضة وعن الأضرار المتوقعة للدول الثلاث وعن حقوقها القانونية، وكان بحثا عادلا وصادقا، لذلك يجب الاحتكام إليهم. وبصراحة شديدة يبدو أن السودان استشعر المخاطر من ملء سد النهضة في مرحلته الثانية، استشعرها على الأرض في الملأ الأول، حيث خرجت العديد من محطات مياه الشرب في العاصمة الخرطوم عن الخدمة، وكذلك خزان الروسيرس أو سد الروسيرس الذي يقع قريبا من سد النهضة، فقط 15 كيلومتر هي الفاصل بين سد النهضة وبين خزان الروسيرس الذي يعتمد عليه السودان في توليد الطاقة الكهربائية بقدر كبير. هذا الخزان أيضا معرض لعدة مخاطر، من بينها ربما الانهيار وضحف النيل الأزرق ومنسوبه، سيعرض السودان لأخطار كبيرة من بينها العطش ومن بينها إعادة تهيئة محطات مياه الشرب، مما يجعل على عاتقه تكلفة كبيرة للغاية. ولكن كل هذا الأمر يجعل السودان يستعجل الدول المشاركة في أن تضع حلول، والحلول لن توضع إلا عبر تغيير المنهجية. السودان عندما رأس الجولة الفائتة التي بدأت في الأول من نوفمبر وضع خطة ثلاثية، الأول المربع الأول في هذه الخطة هو الارتكان لخبراء الاتحاد الإفريقي، المربع الثاني أن يكون هنالك إطار زمني، إذ أنه من غير المعقول ومن غير المنطقي وفقا لوزارة الري السودانية أن يكون التفاوض إلى ما لا نهاية، ثالثا أن يوضع جدول بالمشكلات المقدمة وبالحلول المقترحة. ولكن نعم. عفراء، هنا بعد المقاطعة، ما هي خطة السودان إذن؟ نعم، السيد وزير الري والموارد المائية في الاجتماع الفائت الذي التقى فيه بالصحفيين في المؤتمر الصحفي تحدث أن السودان لا يرفض بتاتا مبدأ التفاوض، وقال إن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اتفاق مرضي وملزم للأطراف الثلاثة، دولة المنبع ودولة المصب والدولة التي تحوي 80% من جسد النهر السودان، ولكن هو يتحدث فقط في الطرق الإجرائية وليس في منظور التفاوض ككل. هو تحدث عن إيمان السودان العميق بمسألة التفاوض، وأيضا عن إيمانه العميق بقدرات الاتحاد الإفريقي في الوساطة وفي قيادة هذا التفاوض. فقط هو يتحدث لا بد من تغيير المنهجية حتى تتغير النتيجة التي كانت دوما تصل إلى الفراغ. شكرا. لتصل إلى نتائج حقيقية لا بد أن تكون هنالك منهجية جديدة، على الأقل هذه وجهة نظر الحكومة السودانية وبالذات وزارة الري السودانية. شكرا جزيلا لك يا الزميلة عفراء فتح الرحمن مراسلة الغد، كنت معنا من العاصمة الخرطوم.